صباح الخير عليكم، أصبحنا وأصبح الملك لله. إذن المغامرة سوف تنطلق رسميا الآن. البارح ولا الفلوغ اللي فات كما شفتوا فوتنا يعني 24 ساعة يوم كشديرو في سان فرانسيسكو. الآن راح نغادر وراح نروحوا لآلي وممكن لاس فيغاس. التحدي في هذا الفلوغ أنه عندنا فقط يومين أو ثلاث أيام، هل ممكن أن نزوروا هذه الولايتين وننطلقوا؟ هما راهم جايين عندي، باش نفكركم راهم جايين عندي من سياتل، يعني جاوا يسوقوا من واشنطن. شحال درتوا؟ 12 ساعة. 12 ساعة يعني من واشنطن سياتل جاو عندي لسان فرانسيسكو. هذا ساق 12 ساعة وهذا رقد 12 ساعة. فوتنا هذيك الليلة وكما شفتوا في الفلوغ الآن أنا رايحين الآلي. فيلا بسم الله. جماعة قبل ما نبدأ الفلوغ بغيت نذكركم ونقول لكم بلي أنه الدفعة السابعة فتحناها من خدمتنا يو اس باي ديزا اللي أنا نقدموا فيها في أكثر من سنة ورانا واصلين للدفعة السابعة. واش في هذه الدفعه؟ ان نقدم لكم خدمه التوصيل ولا خدمه الشراء من المتاجر الامريكيه والتوصيل للجزائر حتى الباب البيت والدفع بالدينار. وفي هذه الدفعه جماعه راح يكون البلاك فرايداي اللي راح يكون في نهايه نوفمبر، والتوصيل للجزائر راح يكون في نهايه ديسمبر. يعني سارعوا بطلب طلبياتكم الان لانه الميزان راه محدود، فلما نوصلوا ميزان معين راح نحبسوا الطلبيات. اما تكون في امان وصلتكم بالمريكان. سلام جماعة، خرجوني في البرد، مانيش لابس فيستا، كنت داير باش انه لما نخرج من البيت ندخل مباشرة للسيارة. عيطوا لي قبل بعشرة دقائق ولا ماشي بخمس دقائق غير باش نخرج بكري. علاش؟ جاودي يدير الروطار دروك انا نقبلهم. سما خليتوني قارع. تقني البرد، هذه على خاطر هذه البلاصه اللي وجدتوها لي، نزيد نكمل رقادي. غادي نسمح لكم. غادي نسمح لكم. اش راهم دايرين هنا؟ يا خرده. يا البيدو ولا قرعه؟ بيدو ما تبعيناش. يا بيلي البيدو. صح حبس حبس، غادي تفهموا دروك. حبس. التاكتيك هذا اللي درته لي تاع تعيط لي 20 دقيقه قبل شهوة زعما عليه. نوتك. علاه؟ ماما قال لي الفضل انا نوتك انت ما نطيش. انت قلت لي 40 دقيقه 40 دقيقه كنا على ركبت علينا. ما عيط لنا. وين كنا في المسجد كنا في المسجد. كنا نصور دروك. ما تقعدش ترسل فيا جيب لي جيب لي جيب لي. بغيت تصنع لي قهوه اصنع لي. هاك. في بلاصه واحده. هاك. ساي. بزه بزه بزه. راك بصوالحك. اوكي الطريق رقم 5 هو احد اهم الطرق السريعه في كاليفورنيا، يربط بين سان فرانسيسكو ولوس انجلوس. شوف السيارات الكبيره التي تحمل مركبات لتخييم الار في، بالاضافه الى الشاحنات العملاقه التي تنقل البضائع، حيث يمتد لمسافه 610 كيلومتر. طريق الاي 5 رقم 5 خيار ممتاز اذا كنت تبحث على السرعه، لكنه قد يفتقر الى المناظر الساحليه المذهله التي يوفرها طريق رقم 1. وبالنسبه للمحطات والخدمات يعني يوجد العديد منها. إذن جماعة أول ستوب توقفنا هنا باش نعمروا ليسونس ونزيدو نكملو، نعطيكم معلومات مهمة على هذا الروت تريب. واش تقدروا ديروا في روت نمبر 1 قبل ما توصلوا لآلي؟ يعني كاين خطة كامل تقدروا ديروها، راني درتها لكم في فلوق سابق ودرتها مع العائلة تاعي، تقدروا تروحوا تشوفوا هذا الفلوق واللي هي تمشوا في الطريقة رقم 1 اللي على طيلة البحر، يعني تمشوا على الساحل ماشي على لوطوروت، ماشي على الطريقة رقم 5، على الطريقة رقم 1 مشهورة بزاف. السياقة فيها بمجرد السياقة فيها حلم، حلم كل سائق. راح تتمتعوا بالعديد من المناظر وتقدروا تحبسوا في شحال من مكان، يعني الطريق راح تديكم يوم كامل، يوم ونصف كاع. سانتا كروز، مونتيري، روت نمبر 11، العديد العديد من الاماكن تقدروا تحبسوا فيها. زعما عطيتكم بروغرام قبل ما توصلوا لآلي واش ديروا. كي توصلوا لآلي كاين العديد من الاماكن المشهوره راح نسيو نشوفوهم في عجال. جبد واطي باش نشوفوا اكبر عدد ممكن، والتحدي كما قلت لكم عندنا يومين ولا ثلاث ايام فقط ومن بعد نروح. جماعة رانا في حتى قلت لكم توقفنا، شوفوا شحال فيه هذا من غرام تاع بروتين جماعة، هذا داير ضجة. فيه 42 غرام في عبوة واحدة. يعني تقريبا ثلاث عبوات صاي احتياجاتك تاع البروتين كملتهم. واش خيرو هذه هذه هذه؟ تبان لي هذا كو جديد تشيري مع اللايم. الشوفير كونيكتي يرسل لي ميساج وكاع؟ كونيكتي عادي الشوفير. ها؟ كونيكتي عادي. يزيدو لها أكلة؟ يطلعو لها أكلة. دير لها يوتيوب، دير لها يوتيوب راهي كونيكتي، زيد هاك هاك.
صافي ما تصوبش وين بديك ما بلعبوش ايه ما تديناش المقام راه صاحي ماش باين ماش باين المديرك تيبي المود نايت باقينا شحال باقينا سيدو ساعتين ساعتين خاص تكمل ساعتين انا غير ربع شويه باقي ساعتين ما هذه الصابره كيما تلقى الشتا تاكل هذه افوكادو غواكامولي يبغوها بزاف هنايا اصلها مكسيكي وهذا خبز في الطريق باش نجيبو بيتزا تاع كوسكو ماشي بيبيرونيا بيتزا تشيز يبيعوا سلايز ب 2 دولار يعني يبيعوا رخيص بزاف ما شاء الله على هذو لي جان ما شاء الله اول حاجه دخلوا حوسوا على مسجد حبس 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 يا جماعة شوف جينا هذا المسجد يعني أول حاجة راح نديروها في آلة هي أننا راح نصلوا الظهر تفاتنا والحاجة الشابة أنه الجوامع احنا يبلعوا لكن صديقي كان يقول لي تعيط لهم في التليفون يحلوا لك الجيت بالبين نمبر لا ولا عيط لهم حلوا له والجيت دوك يعاود يتبلع لأنه هنا بعد صلاة يبلعوا مباشرة وهذا يسمون المسجد الجامع مير جامع اللي جاي من الجامع اه هو شافه انا مازال ما اشوفه غير جابه اللهم افتح لي ابواب رحمتك تفضل الجواد بسم الله ويا ما شاء الله اللي مباطل هذا والله ما تنسوش باللي السفر لا يعذرنا عن الصلاه بل في اقصى حالات الخوف والحرب تقدر تصلي بعينيك وهي فرصة بالعكس فرصة باش نقربوا فيها أكثر لله الحمد لله سبحان الله حتى في السفر ربي يسر لنا الأمور في طريقنا دائما باش نلاقوا باش نتلاقوا مكان نصلوا فيه في المساجد تلقى دوش هكا وين تقدر تستعمله وسبحان الله الصلاة تخليني دائما نحس بالبركة في السفرة تاعي مهما كانت الرحلة طويلة أو متعبة الصلاة تعطيني طاقة وأمان داخلي الأربعاء هي تيوزداي هذه ما تقاريش من 12 ل 3 تمام قارية صعيبة بزاف إذن جماعة رسمياً رانا في ألاي وأول مكان راح نزوره هو ووك أوف فيم ممشى المشاهير راح نعرفكم عليه ها هو هنا مباشرة البولفار هذاك لكن قبل هذا بغيت نقول لكم بلي هوليوود مكان تاع السينما العالمية فبمجرد أنكم تدخلوا هوليوود راح تشوفوا هذوك اللافتات الأفلام الجديدة للبوكس أوفيس كل هذا راح تشوفوه هنا في هوليوود وبكثرة يعني اللافتات تاع السينما في كل مكان يوسف وسيدو يبغوا يبدلوا يبغوا يسقموا شعرهم يبغوا يلبسوا حاجه جديده قلت لهم انا راني رايح انا بتبديله وحده ودمر انا المهم نشوف اكبر عدد من الاماكن هذا هو الهدف تاعي يبدو انه كاين ايفنمو كبير راهم دايرين هنا راهم مدلعين كاع الطرقان الناس هنا راهم يقاروهم على باليش كاين نكتشفوا واش كاين هنا راهم دايرين البريمير يعني اول مره راح يطلقوا هذا الفيلم على ما اعتقد على الغوريلا ولا حاجه كيما هكا فراح يتفرجوه لاول مره هنا في السينما ومن بعد يطلق يعني يطلق للناس جميعا انا قلت كاع شفت روحي دخلت قلت قاع بالك اني معروض واخيرا وصلنا لواحد من اشهر الاماكن في العالم شارع هوليوود الذي يعتبر رمزا عالميا للاحتفاء بالنجوم الذين تركوا بصمتهم في عالم السينما الموسيقى التلفزيون والمسرح هنا تتقاطع الاحلام عن النجاحات لكن ما قصه هذه النجوم وهل هي تقدم مجانا للفنانين في هذا الشارع ام ان هناك امر اخر راح نحكي لكم على هذه بعدين نفهمكم خدعه هذه تاع ووك اوف فيم انه حاجه واحد ستار يدير له النجمه تاعنا شو يقول لك حتى انت تقدر تدير نجمتك هنايا لكن تخلص اكيد تخيلوا انه حتى هذو لي ستار يخلصوا على النجمه تاعهم على ما اعتقد ما بين 10000 دولار جماعه قلت لكم باللي يخلصوا عليها 10000 دولار باللي يخلصوا عليها 75000 دولار تخيلوا على جال نجمه تحطها في الارض يتمشوا فوقها الناس تخلص 75000 دولار وانت اصلا ستار ما تستحقش يعني هذيك الشهره الزياده هذه اللي لا داعي لها في هذو الدراهم يعني شوفوا الراس المالي يحوسوا اي حاجه يخلقوها باش يخلقوا دراهم معاها فهي تكلف النجمه هنا باش تحطها 75000 دولار ابغى مشهور ولا مش مشهور لا مهما بلغت شهرتك تخلص 75000 دولار باش تحط نجمتك هنا في ممشى المشاهير ووك اوف فيم هوليوود كان معكم جواد من قلب الحدث السليم جماعه يعني تخيلوا كل النجوم يعني تطأها الاقدام يعني هنا نجوم المشاهير كلها على الارض الا نجمه واحده محمد علي كلاي هي الوحيده اللي موجوده على الحائط وليس على الارض هاي لأ أمامكم وجاية وحدها هنا في الكوى نجمة محمد علي كلاي رفض أن يكتب اسم محمد صلى الله عليه وسلم ولا يوضع على الأرض فوضعها هنا في خالدة يعني ما
مشهد شباب يعني حس بقيمة الإسلام. ممكن راح تبحثوا على النجمة ما راحش تلقوها. علاش؟ لأنه جاية خازنة. تكون نوريكم وين راهي. هاك تشوفوا هنايا الناس وين تتمشى، لازم تجي مانا وهاي لا تلقاها هنايا وحدها. عندكم عندكم لقاوها لقاوها شنو فرحوا والله لا فرحوا. عندك جروب قعجر محمد عليك لايك. شوفوا محمد علي، محمد علي كلاي غادي بلاصه النوادره الاولى. تبعوا الجيد، جيد بيتصور. صحاي اي راح نشوفوا الاخر راك النجمه. انت مدارك من لاستيش لاستيك لاستيش لاستيك كيف يبغى يطيح؟ اسمع دراعه بلوكر تبدل. لا جيت بدل، جيت بدل، جيت بدل وتبدل. جيت ارتيست ما شاء الله. هاي ويلكم تو محمد علي كلاي. ليديز اند جنتلمان، ذيس از محمد علي كلاي ليجند اوف بوكس. دائما مشاكل كيما هكا، يوسف يموت على التصاوير. جينا شفنا هذا محمد علي كلاي وجينا رايحين سيدو قلنا ما تصورش، قال يوسف ما تصورش. لا هنا راح نبات غادي يهبلها سيدي مسكين يقعد يصور واحد الساعه ولا يصور فيه. راهم قاعدين بالك قريب نص ساعه هما غير يتصوروا. ما فهمتش انا عيي جيت ريحت هنا يا قلت لكم بلي يبطوا بزاف. يوسف هو اللي يبطا. تامنوا بلي مازال راهم يتصوروا. صحيح قفلوا ساعه تمشى على الساعه باش تصوروا هنا في الوقت. ديديكاس يبغي ديديكاس. لي ديديكاس اوكي لي ديديكاس. جماعة هذا مثال على حياة المشاهير وهنا في آلاء كيفاش أمامكم. يعني كاين عرض هنايا للفيلم هذي يطلقوا حصرياً، فكاع الفنانين المشهورين راهم يجوا هنايا واحد بواحد. مشهور جماعة مشهور خرج لهم يسنين. والناس هكا تبغي تتوقع معاهم أول مرة نشوف هذه الأجواء. وأمامكم هاول كامل الفنانين المشهورين راهم هنايا يتصوروها على الكاميرات يدو تصويرة. الفيلم سموه Kingdom of the Planet، هو اللي راح يطلقوه اليوم العرض تاعه. يو ما انتقلنا الى مكان ثاني واللي هو بيفرلي هيلز. كثير من الناس يظن انه بيفرلي هيلز، كثير من الناس يظنوا انه بيفرلي هيلز هي بولفوار. لا بيفرلي هيلز هي سيتي يعني حي. والبولفوار هذاك المشهور اللي الناس تمشى فيه وفيه الماركت العالميه اللي رانا رايحين دروك نتمشوا فيه، يعني هذا واش دير في بيفرلي هيلز. سموه روديو درايف، هذه هي روديو درايف، هو اللي يجوا يفيزيتوه. وبيفرلي هيلز معقل ولا موطن للناس الغنيه. تشوف الناس الغنيه تشوف من الديار من ديارهم ومن طريقه المعيشه تاعهم تعرف بلي هذو ناس فريمون غنيه. شوف جماعه شوف الديزاين تاع المباني كيفاش هنايا في روديو درايف. محلات منا يعني ستيل اوروبي. رانا رايحين دروك غادي ندخلوا في هذه روديو درايف اللي قلت لكم مشهوره بزاف تقدروا تمشوا فيها. هايلا كنت تقروا لها زين. ها ولا روديو درايف هاي الطريق هذه كاع تقدروا تمشوا فيها، فيها الماركات العالميه كاع. عندكم هذه النافوره بزاف يصوروها كي يصوروا بيفرلي هيلز يعني مشهوره يجوا يصوروا فيها هنايا. فراح نتمشوا في روديو درايف شوفوا كاين قالك ماركه نتمشوا ساي وخلاص. هاي بسم الله يا رب. روديو درايف الواقع في قلب بيفرلي هيلز هو اكثر من مجرد شارع تسوق فاخر، انه مراه لعالم الاثرياء واسلوب حياتهم. سكان المنطقه المحيطه بروديو درايف غالبا ما يكونون من مشاهير هوليوود، رواد الاعمال الناجحين واصحاب المليارات الذين يبحثون عن الحياه المترفه والخصوصيه في احد اغلى الاحياء في العالم. جماعه كما يقول لك هذا الشارع ينبض بالفخامه والثراء، وكل زاويه فيه تعكس عالم الموضه والجمال. اذا جماعه رانا في واحد من اشهر المحلات هنايا، هذا اسمه بيجو، هو ديزاينر. علاش الشهره تاعو مشهور هنا في بيفرلي؟ لانه يديزايني للرؤساء. فخلينا نشوفوا المحل نضربوا عليه طله خفيفه ونزيدوا نكملوا مشيتنا هنايا في روديو درايف. خلينا ندخلوا نشوفوا واش فيه الداخل. وكما يقول لكم نزيدكم البيت شعري، بعض المحلات تقدم خدمات في اي بي، واش معناتها انه يتم اغلاق المتجر بالكامل لتوفير تجربه تسوق شخصيه للمشاهير او العملاء المهمين. جماعه يقول لك هذا لوتيل، هذا لوتيل كان محبوب بزاف البريزيدون باراك اوباما وكان يجي يقعد فيه. جماعه هذا واش تقدر دير في روديو دار روديو درايف وبيفرلي هيلز؟ تمشى برك هذا مكان ما راح نجرو ما والو.
واحد زوج ثلاثة. اي واعره هذه. هذه شابة. السيارة الفاخرة راح تشوفها في كل مكان، وهي ليست مجرد وسيلة للتنقل هنا، بل هي جزء من استعراض الرفاهية. إذا جماعة جات الفترة الليلية، راح نروح نصلوا المغرب. ما على بالناش ما عندناش أي بروجرام، سما حد الآن جماعة رانا دايرين زوج بلايص، رانا دايرين وورك أوف فيم ممشى المشاهير وبيفرلي هيلز. راح نروحوا نجيبوا السيارة، نروحوا نصلوا ونزيدوا نكملوا. فيراري. شوف وتنطر. وامشي في سبيل الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هذه هنؤون جماعة، هذا المسجد دائما يدخلوا فيه الإسلام، دائما في بعد كل صلاة تلقى واحد ولا زوج يدخلوا الإسلام إن شاء الله. هل سخاولة؟ أوه حبس 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 حبس. أوه ما شاء الله ما شاء الله. صباح الخير عليك. أصبحنا وأصبح الملك لله. مازال مواصلين، يعني البارح بدنا في هوستل لقيناها ب 25 دولار هنايا في آلة، يعني تلقوا أماكن تقعدوا فيها ب 25 30 هوستلات. جينا أول مكان اليوم نكتشفوه هو هذا المكان فينيس بيتش، تتمشى فيه فقط هنايا وتتمتع. هادو يقولوا له فينيس كانال، يعني لي كانال تاع فينيس. وفينيس بيتش اللي معروف تاني البحر راه خلفنا، يعني خلفنا تماما. وهذا السبق اللي وزرته مع العائله تاعي، ما كانش باب هادي تقدر تصور فيه كانك في فينيسا، لكن شغل اوبن جايه شويه مشروحه شويه، والناس هنا ساكنه هنا وتجور. هذوك زوج يقضبوا بلاصه يتصوروا فيها 20 عام. فخلينا نجولوا شويه في فينيس كانال ونروحوا لفينيس بيتش، ومن بعد نروحوا سانتا مونيكا. يعني هادو كاع قراب على بعضهم بعض. كما عندكم هذا الجسر وهذا الكانال، وكيف شوفوا ها راه جسر وخد اخر ثاني كانال، وها راه جسر وخد اخر ثاني كانال. جماعه اكيد كل بيت راح تلقوا عنده هكا باب صغير برايفت باش يدي القارب تاعه ويتجول هنا. بصح راني نقول اسكو تقدر انت تجيب البادل تاعك وزعما مثلا تحطها هنايا وتروح تتجول، يعني والبيوت هذه ما شاء الله شوفوا شحال جابه، تقدر تمشى فيها في الصباح. فينيس كانال تعكس الجانب الهادئ والرومانسي لمدينة لوس أنجلوس. وتجمع بين سحر مدينة البندقية الإيطالية والطابع العصري لولاية كاليفورنيا. تم تصميم هذه القنوات في أوائل القرن العشرين من قبل المطور أبوت كين كجزء من حلمه بجلب أجواء مدينة البندقية إلى كاليفورنيا. إذا جماعة مرحبا بكم في مكان جديد سانتا مونيكا. هواء نقي. راهم ناس هنا. تخيلوا بارتية هنا 6-6 ولا 5-5. واو ما شاء الله. لكن البحر تاع أمريكان شوف تحس 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 كأنه واد. اللون تاعه ماشي. جماعة شوفوا البوليس ستيشن تاعهم كي دايرة صغيرة. لا إذا جماعة رانا رسميا في الطريق هذه البير نقولها تاع البرودواي وين تمشى في سانتا مونيكا. واش تقدر دير؟ تقدر غير تمشى فقط وتنظر. أحيانا تكون يعني جماعة ما تقدرش تحط كراعك هنا نظرا للشهرة تاعها، يجوا فيها بزاف سياح، لكن أنا نشوف فيها عادية يعني تقدر. إذا عندكم هذا هو المدخل تاع أشهر حاجة هنا في سانتا مونيكا، هذا البير يعني اللي تقدروا تمشوا فيه. جماعة الرسمة هذه شعل شابة والحاجة الجميلة جد مع الصورة. هاي فينيس وهي الخلفية هنا مع الصورة كأنه فيلم.
اذا جماعه جينا مكان اخر اللي هو فينيس بيتش، يعني تقدروا تمشوا في البيتش، تقدروا يعني تمشوا على الشاطئ. راح نوريكم اشهر صوره تقدروا تدوها هنا في فينيس بيتش. يلا بسم الله. اذا جماعه هذا هو المكان اللي تقدر تدي فيه اشهر صوره هنا مع هذه البلاكا فينيس. اذا فينيس بيتش هو واحد من اشهر الشواطئ في لوس انجلوس، يجمع بين اجواء البحر وحيوية ثقافة الشارع. المكان راح مليء بالحياة، يعتبر وجهة مفضلة للسياح والسكان المحليين. لا عجبوني الالوان. سان فرانسيسكو معروفة بال وميليت. اوكي يعني غادي يصوروا حاجة ادفرتايزينغ. السينما في لوس أنجلوس تعتبر واحدة من أكثر الصناعات الثقافية تأثيراً في العالم، حيث يطلق عليها أحياناً عاصمة السينما العالمية. لوس أنجلوس هي موطن لعدد من أكبر استوديوهات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في العالم، وتعتبر هوليوود المنطقة الأكثر شهرة في المدينة. وأحد أكبر الاستوديوهات في العالم اللي رانا حد بجنبه الآن، والذي ينتج العديد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة، يوفر للزوار جولات داخل الاستوديو لمشاهدة مواقع التصوير وأحدث التقنيات السينمائية. كما تعرف أيضا أنها موطن للعديد من أكاديميات السينما العالمية. طلعنا كاع حنايا شغل تطلع كل الليل كل معنا بلي يسكنوا هنا هادو. اذا جينا المكان اخر من اشهر الاماكن اللي تقدر تاني تلتقط فيه صوره هنايا في الاي، واللي هو ساينت هوليوود. شوف طلعنا كاع من هنا كل جبل تطلع كل هيل هكا هكا هكا، قارينا السياره هنايا. هذه اخر نقطه نقدروا يعني نجوها بالسياره، والان راح نتمشوا شويه باش نلحقوا على الساين ناخذوا مع صوره ونروح. مدينة طلعتنا تكون نزيدوا نطلعوا عندها. مشينا كاع هذه جماعه، مازال باقينا شويه، لكن شفت محل غريب جدا. كاين واحد الجريده تقول كيما هذا يعني هوليوود، وداير هنايا الماب بدولار، وما كانش اي واحد هنايا. الماب واحد دولار وتقدر تريح، ويبان لك الساين من على ما اعتقد. ماشي دوك غير نخرجوا منه يبان لكم الساين. واحد زوج إذن هذه هي آخر نقطة هنا في هذا المكان. والله ما نقدر ندخلوه، صعب بليش مني ندخل هذا الجيت جماعة. بالله هذا الجيت قينا بالله، كاين واحد الباب منه راني عاقل عليه باسكو جيت مرة. فهلا هنا ايوا هاول الباب هاول. جماعة صحيح قلنا غير هذا الهايك صغير، لكن راح نوريكم منظر اخر 360 فيو على اليه. واجدين ها ولا. ما شاء الله 360 فيو. طلعوا من يا ربي ما هذا هي المكان، هذا هو البلاصيطة، آخر مكان تقدر تشوف منه ساينتا هوليوود، تقدر تدخل صورة خلفي تماما. ساينتا هوليوود اللي عندها قصة طويلة خليني نحكيها لكم. شعار هوليوود الشهير في جبل هوليوود تم إنشاؤه في عام 1923 كجزء من مشروع عقاري باسم هوليوود لاند. كان الهدف جذب المشترين للأراضي في المنطقة لأنها كانت خالية في ذاك الزمن. في 1949 تم تعديل الشعار ليصبح هوليوود فقط، ليصبح رمزا للصناعة السينمائية. يولى أيقونة هنا في ألي، كامل الناس تجي تصور يعني الساين خلفها وتتصور معاه. كل ممثل في العالم يحلم أنه يمثل مع أقل الممثلين وليزاكتري كامل. معظم ليزاكتري المشهورين موجودون هنا وعندهم سكن هنايا، وهذا الساين تاع هوليوود اللي ادى شهرة كبيرة بعد ما اشتهرت هذه المدينة بالتمثيل، وأصبحت حلم كل واحد أنه يجي هنايا ويمثل.